Sous ces draps longues, je les entends, tous ces cris, c'est l'âme des parents qui vient pleurer leur unique enfant, le hasard. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقدم لكم هذه السلسلة من المحاضرات في شرح برنامج الربيت أركيتكتشرال 2012. يمتاز هذا الإصدار من الربيت كسابقه 2011 أنه يحتوي على الربن، وهو أهم ميزة من ميزات شركة الأوتوديسك. فجميع إصدارات شركة الأوتوديسك تقريبا تحتوي على هذا الربن الذي يسهل الانتقال بين الأوامر. سأتكلم عن إنشاء هذا المشروع في هذه السلسلة. وهو يأتي كنموذج مرفق مع البرنامج. اليوم سأتكلم عن views. في البدء أغلق نافذة الرندر التي كنت قد عملتها. سأتكلم عن هذه الأيقونات والتي هي النافيجيشن ويل والريجن أو الزوم، وهذا الزوم فيه عدة خيارات، فمنها زوم تو ريجن. إذا اخترناه فإننا نختار مكان معين ليتم تقريبه، أو إذا ضغطنا على هذا الأيكون فإننا نستطيع أن نضغط زوم أوت تو إكس. أو زوم تو فيت. أو زوم شيز سايز، وهكذا. وإذا ضغطنا على الار في أو الزد ار فإن زد زوم والار ريجن سنحصل على زوم ريجن. نعم. إذا ضغطنا على الكنترول زائد الويل الذي يوجد في الماوس فإننا أيضا نحصل على الزوم أوت والزوم إن. وإذا ذهبنا إلى هذا الأيكون والذي هو نافيجيشن ويل أيضا نستطيع أن نحصل على الزوم أوت والزوم إن. وإذا أردنا أن ننتقل إلى البان أيضا نستطيع أن ننتقل إلى البان، وكذلك الأوربت. نغلق، والبان أيضا نستطيع أن نعمل بان بالضغط على الويل الموجود بالماوس، و نضغط على الشيفت والويل لكي نحصل على الأوربت. طيب، وهذا هذه القائمة هنا التي هي على اليسار تتضمن عدة قوائم فرعية. تبدأ من الفيوز، والفيوز فيها عدة فيوز: فلور بلان، سيلينج، 3D، إليفيشن، سكشن، الديتيل،
كلها موجودة بالفيوز، وأيضا الليجندز والسكيدجولز والكوانتيتي. ومن أهم مميزات برنامج ريفت أركيتكتشر هو إمكانية تكوين السكيدجولز والكوانتيتي والشيت، أيضا سهولة تكوين الشيتس والفاميلي والجروب والريفت لينك. وهنا هذه هي البروبرتي. عادة عند فتح البرنامج لأول مرة فإن موقع البروبرتي يكون هنا، لكني أفضل أن أضعه جانبا لنستطيع العمل بحرية أكثر. وبالنسبة للفيوز أيضا نستطيع أن نصل إلى خيارات أخرى للفيو من هذا الربن، ونحتاج كثيرا استخدام الـ 3D View وهو موجود هنا، وأيضا يوجد هنا الـ 3D. سنتكلم الآن عن الـ Option. نتكلم عن بعض خيارات الـ Option الموجودة في برنامج Revit Architecture 2012. عند فتحنا الـ Option فإن فيه عدة صفحات، أولها الـ General. أهم مسألة في الجنرال هي الـ Saving Reminder، فهنا نحدد كل فترة نحتاجها لتذكيرنا بالـ Saving لتسييف وحفظ الفايل، وهي 30 دقيقة كديفولت. وكيوزر أيضا يوزر نيم، نحدد اسم اليوزر نيم. أيضا من الـ Option User Interface نستطيع أن نغير الـ User Interface Dark أو Light. أنا شخصيا أحبذ الـ Dark الأسود. وبالنسبة للـ Graphic هنا نستطيع أن نجعل الألوان Invert، أي هذا ليس أبيض بل أسود مثل خلفية الـ AutoCAD. و السلكشن عادة عندما نختار جزء معين فإن لونه يظهر بالأزرق، فإذا اخترنا انفرت ممكن أن نغيره إلى الأصفر. وهنا في سلكت، أي عندما نضع الماوس عليه ليكون أزرق، لننظر ماذا سيحصل. الباك جراوند أصبح لونه أسود والخطوط أصبحت بيضاء. عندما نضع الماوس هنا يظهر اللون بالأزرق، وعندما نختار أي جزء فإن اللون يتغير إلى الأصفر. نرجع إلى الأوبشن الجرافيك، ثم نرجع الألوان، نرجع الألوان كما هي، وهذا نستطيع أن نتركه أو نغيره إلى مثلا بنفسجي. أوكي، الفايل لوكيشن هنا مكان الفايلات. الديفولت تمبلت نختار المتريك او الامبيريال، وايضا مكان حفظ الفايلات. وهنا عندنا ايضا بيجات اخرى منها الريندرينج والسبيلينج. نستطيع ان نضيف بعض التعبيرات التي عندما نعمل تدقيق املائي يعتبرها غير يعني صحيحه، وبعض الخيارات الأخرى. وبهذا أكون قد انتهيت من بيان لبعض ميزات الـ Option في برنامج Revit Architecture 2012. السلام عليكم.